بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجماهير ومحبي الكرة الطايرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من داخل الصالة المغطاة، صالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة، لنتابع معا أحداث مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي النصر الليبي. مباراة عربية، أشقاء عرب في البطولة الأفريقية أو في الدور قبل النهائي للكرة الطائرة للمقامة بصالة النادي الأهلي، وهيبقى على إيدك الشمال بفريق النادي الأهلي بزي والأحمر، وادي المذيعة الداخلية بتتنادي على الأسماء: عبد الحليم عبو رقم 3، 12 حسام يوسف، 16 محمد عبد المحسن، محمد عصران رقم 9، أحمد صلاح رقم 4، ورقم 7 ليبرو الفريق محمد رمضان. وهذا هيكون تشكيل النادي الأهلي في الشوط الأول في المباراة في الدور قبل النهائي، والمربع الذهبي، والفائز سيلاقي فريق بوسالم، مولودية بوسالم التونسي إن شاء الله بكرة في النهائي الساعة 8 غدا. وأدي على إيدك اليمين فريق نادي النصر الليبي، وهقول لحضراتكم على تشكيله حالا. فريق النصر الليبي امام حضراتكم، وتويتر صور تذكاريه لمدام بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره، تاخد صور تذكاريه ومعاهم طبعا الجهاز الفني واللاعبي فريق النصر الليبي امام حضراتكم على ايدك اليمين بالزي الابيض. بعد كده طبعا هناخد صور تذكاريه مع فريق القرن والنادي الاهلي بيزيو الاحمر امام حضراتكم ان شاء الله. ادي الصور التذكاريه للاتحاد الافريقي، طبعا بياخدها وبيوثق بيها تاريخه المهني. ادي جماهير النادي الاهلي اهي واقفه في المقابل في الجهه الاخرى لتشجيع ومؤازره فريق النادي الاهلي، فريق القرن وملك البطولات اللي واخد 85 بطولة على مستوى أفريقيا ومستوى القاري والمستوى العربي والمستوى المصري والمستوى المحلي. ادي التصور التذكارية اهي امام حضراتكم، فريق النادي الاهلي وجهازه الفني ومدام بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي، ومعها طبعا دكتور فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنه الاحتكام، ومعاهم جواد براده رئيس لجنه الحكام. وادي صور تذكاريه والتحيه للاعبي النادي الاهلي. ثواني ويبدا هذا اللقاء الحاسم، دور قبل النهائي، مربع الذهبي. وادي رئيس البعثه لنادي النصر الليبي صالح الهمالي كان مع فرقته. وادي معانا هنا، ادي المباراة هتبدأ. على ايدك اليمين فريق النصر الليبي رقم 11 انس الوداني، رقم 20 احمد العشيبي، رقم 2 فيدريكو هرنان ده محترف ارجنتيني رقم 2، وادي رقم 10 محمد موسى، رقم 19 هكتور اليكس ده من الدومينيكان. وادي ده تشكيل فريق نادي النصر الليبي اللي وصل للدور قبل النهائي ويلعب امام فريق النادي الاهلي ملك البطولات و85 بطوله، يبقى لازم يكون له بصمه في البطوله الافريقيه المقامه. وهذا هو اللقاء الدور قبل النهائي. وادي ليبرو الفريق رقم 3 اللي نزل، طارق ابو السعود من فريق النصر الليبي. يدير هذا اللقاء الحكم الدولي الجزائري معمر كبوب، ويعاونه التونسي هاني كوكي، ومحمد عبد الجابر مسجل، و رامي شاهين الكتروني او اللوحه الالكترونيه، واسلام حلمي تكنولوجي اللي هو مسؤول عن التبات اللي هي مع المديرين الفنيين، و رامي شاهين واسلام، ومراقبين الخطوط عمر اشرف، محمد ابراهيم، احمد يوسف، ومساعد مراقب الحكام محمد صبره، ومراقب او لجنه الاحتكام دكتور فؤاد عبد السلام وجواد براده،
ومحمد صبرا مراقب الحكام، وموجود طبعا رئيس لجنه الحكام المصريه الكابتن ايمن الذهبي، وعلى ايدك الشمال النادي الاهلي، وهيبدا محمد عصران اول ارسال في الدور قبل النهائي. وكل الامنيات لفريق النادي الاهلي ان يفوز ويتاهل الى الدور النهائي والنهائي البطوله الافريقيه، لتكون ان شاء الله بطولة جديدة تضاف إلى صندوق البطولات وإلى بالنادي الأهلي اللي حصل على 68 بطولة أفريقية وعربية ومحلية. محمد عصران أمام حضراتكم بزي الأحمر رقم 9 على الإرسال أمام حضراتكم، خالد معاه حسام يوسف معد أحمد صلاح، وضربة إرسال، ولكن مش عايزين نقول ولكن تاني، معلش المرة دي تتعوض إن شاء الله، بداية الحمى البداية نخلي بالنا. والإرسال انتقل إلى فريق النصر الليبي، والنقطة الأولى للنصر الليبي، ورقم 1 على الإرسال محمد فريق رقم 11 أنس الوداني. أنس الوداني على الإرسال خارج الملعب، ولكن في إشارة من مراقب خط إن هي جوه، ومراقب خط تاني قال بره، وقرار الحكم النهائي الحكم الأول معمر الكبوب بيقول إن هي داخل الملعب. والنقطة الثانية للنصر الليبي، يلا يا رجالة، لاعب النادي الأهلي في وقف استعداد لاستقبال الإرسال، أدي استقبال برضه، ما فيش حد أحسن من حد، إرسال ضايع من هنا وإرسال ضايع من هنا، والنقطة الأولى للنادي الأهلي، 1 الأهلي 2 النصر الليبي، أشقاء العرب في نهائي البطولة العربية. إن شاء الله نهائي البطولة العربية بكرة هيكون نهائي عربي أفريقي. ودي اعداد ومحاوله مره ثانيه وحائط صد، محمد عبد المحسن، محمد عصران، وبيحاول احمد عزب الشرباجي رقم 22 وبيلعب الكره من مركز 4 دفاع عن الملعب، حسام يوسف، وضربه ساحقه خلفيه، ولكن في حائط صد من النصر الليبي بيجيب بيه النقطه الثالثه. نخلي بالنا من حوائط الصد يا جماعه، ونخلي بالنا من التغطيه على الضارب والتغطيه على حائط الصد. الارسال مع نادي النصر الليبي، 3 النصر الليبي 1 الاهلي، استقبال اعداد، ومع حسام يوسف بيعد هناك في مركز، برافو يا ولد يا شرباجي، احمد عزب الشرباجي بيجيب النقطه الثانيه، ضربه ساحقه لا تصد ولا ترد من مركز 4، وبيجيب النقطه الثانيه. ابو صلاح على الارسال، احمد صلاح العالمي لاعب منتخب مصر، وهو اعتزل، هو اللعب الدولي هو عبد الله عبد السلام، احمد صلاح رقم 4 العالمي، خبرات ومهارات وبطولات وكله، وادي حائط صد اهو، نقدر نستغل حائط الصد عشان هو نقطه احمد عزب الشرباجي، يا ولد يا احمد يا عزب. والنقطه الثالثه ونقطه التعادل احمد عزب، التعادل. قلت لحضراتكم نخلي بالنا من حوائط الصد، ونخلي بالنا من التغطية، ان شاء الله ناخد نقط ونوصل الى نهاية الشوط الاول باذن الله. احمد صلاح على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن بذراعه الايسر، احمد صلاح يا ولد يا ابو صلاح، استقبال النصر الليبي وحائط صد برضه جميل. والنقطة الرابعة والتقدم الاول للنادي الاهلي، الاهلي 4-3 النصر الليبي. احمد صلاح على الارسال، ما زال على الارسال، كليكيت ثالث مره، احمد صلاح يلا يا ابو صلاح، رقم 4 لاعب منتخب مصر سابقا قلنا، ولاعب النادي الاهلي صاحب انجازات وبطولات، ارسال من اعلى مع الوزن خارج الملعب يا ابو صلاح، نخلي بالنا يا جماعه، لازم نخلي بالنا شويه. 4-4 النصر الليبي، 4 النادي الاهلي. طبعا الليبرو زي ما احنا عارفين بيخرج ويخش في المنطقه الخلفيه، عندنا محمد رمضان وعندنا وندر المحترف الكوبي، الاثنين دول ليبرو بيخشوا في المنطقه الخلفيه وقت ما هم عايزين حسب تعليمات المدير الفني. وادي ضربه ساحقه يا ولد يا شرباجي، احمد عزب الشرباجي بيتعادل ويجيب النقطه الخمسه ويتقدم 5 النادي الاهلي، 4 لنادي النصر الليبي.
الارسال مع احمد عزب، على الارسال احمد عزب هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال اعداد نصر الليبي ومحاوله للوصول الى التعادل، ومحاوله من محمد عصران للدفاع عن الملعب، وفعلا قدر ان هو يدافع عن الملعب. محاوله ونقطه ونقطه قبط محمد عصران في حائط الصد اللي فات، والنقطه السادسه، ويزداد الفارق الى نقطتين، والاهلي متقدم 6-4 نادي النصر الليبي. وعلى ارسال احمد عزب الشرباجي، احمد عزب الارسال من اعلى مع الوزن، يلا يا ابو عزب، استقبال اعداد رقم 6 المعد من رجب سكة، اعداد من الويندر المحترف الكوبي مره ثانيه، حسام يوسف، احمد صلاح طبعا خلفي بيضرب من المنطقه الخلفيه، محاوله مره ثانيه وحائط صد يا جماعه، خلي بالنا، برافو، في تغطيه من محمد عصران، مره ثانيه الكره سجال، بدا اللعب بقى وبدا الحلاوه بقى والجمال. محمد عصران طالع حائط صد وتيجي في تاتش بلوك، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السابعه، 7 الاهلي، 4 النصر الليبي. وجميل جميل طبعا حائط الصد والضربه اللي فاتت من محمد عصران، وعلى الارسال مع احمد عزب الشرباجي، عزب على الارسال بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي، استقبال النصر الليبي مره ثانيه، ومحاوله من ويندر الليبي ولكن ما لحقهاش كده عبد الحليم عبو، يلا تتعوض، معلش المره دي كابتن احمد صلاح بيقول له معلش، خلي بالنا، نخلي بالنا، ما فيهاش حاجه لسه. 7-5 النصر الليبي، 7 النادي الاهلي، ورقم 20 على الارسال من النصر الليبي احمد العشيبي، رقم 20، تعليمات كده المدير الفني دميان ارنوندو من الارجنتين، مدير فني، وبيعاونه عوض حسين زكا، ومعاه محمد بن نجيب بن علي، وسيم بن الزروكي، وحسين الحبيب السماوي، واداري اسامه القني، وحمزه كاشي، حمزه كاشي ده اداري. نادي النصر الليبي واخد 5 بطولات دوري ليبي، واخد 4 كاس ليبيا، واخد 4 سوبر الليبي. نقطة لنادي النصر الليبي، النقطة السادسة. 6 النصر الليبي، 7 النادي الأهلي. وعلى الإرسال رقم 20 أحمد العشيبي، هيلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الاهلي، محمد رمضان، حسام يوسف، سريع، لازم نلعب السريع عشان ناخد نقط يا جماعه، سريع من عبد الحليم ابو احمد صلاح، القادمون من الخلف، والنقطه للنادي الاهلي، النقطه الثامنه، 8 الاهلي، 6 للنصر الليبي. وعلى الارسال عبد الحليم عبو، عبد الحليم عبو على الارسال رقم 3، ارسال من اعلى، استقبال مرة تانية، وضربة ساحقة ومحاولة من أحمد صلاح، وحسام يوسف بيلعب الكرة فوق حائط الصد في خطأ كده على رقم 10 اللي هو محمد موسى، لمس الشبكة أثناء الصعود لتأدية حائط الصد، والنقطة التاسعة، 9 الأهلي، 6 النصر الليبي. والإرسال مع عبد الحليم عبو، عبد الحليم على الإرسال، تعليمات المدير الفني للنادي الأهلي الاسباني فرناندو بنتيز، ومعاه طبعا محمد السيد ومحمد الحسيني وعبد اللطيف عثمان، احمد اسامه اداري، شادي فهيم محلل تقني، شريف صلاح اخصائي لياقه، ايهاب فخر الدين طبيب، اسلام محمد اخصائي علاج طبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، محمد شهير مدلك طبعا، وطبعا بيرقص اللجنة العليا للبطولة طبعا المهندس محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، وهو مشاهد هذا اللقاء أمام حضراتكم، ومعايا طبعا خالد مرتكي أمين الصندوق، وجواره بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطايرة ورئيس
ورئيس بعثة نادي النصر الليبي صالح الهمالي ومساعده أو مساعد رئيس البعثة نوري زلاتني، والإرسال مع النصر الليبي وتمانية النصر تسعة النادي الأهلي، وإرسال وضربة ساحقة يا ولد يا عصران عصران ما يجيبها إلا عصران. عشرة الأهلي تمانية النصر الليبي، وأدي الإرسال مع حسام يوسف. طبعا أنا قلت لحضراتكم خروج الليبرو، خرج محمد رمضان ودخل ويندر الكوبي المحترف من كوبا وبيلعب في مركز الليبرو رقم 11. ادي حسام يوسف استقبال اعداد مره ثانيه خلفيه وحائط صد ناجح يا ولد عصران وعبد محسن يا ولد يا ولد. وانا قلت لحضراتكم الضرب السريع حائط الصد التغطيه على حائط الصد والضرب دول ثلاث مهارات لازم بيجيب نقط ونخلي بالنا، والنقطه 11 وحسام يوسف على الارسال. حسام معد النادي الاهلي، طبعا موجود عبد الله في الاحتياط، عبد الله عبد السلام هو رقم واحد وحسام يوسف يعتبر معد رقم اثنين. ضربه ساحقه خارج الملعب خارج الملعب من نادي النصر الليبي، هيعمل تغيير كده الارجنتيني دميان اورناندو هيعمل تغييرين 17 داخل اهو هو عماد شنينه و18 اللي هو سالم اكليله مكان رقم اثنين اللي هو فيدريكو هنان الارجنتيني رقم اثنين، واللاعب الثاني اهو لسه واقف لما يتم التغيير، وخرج رقم سته اللي هو رجب زكا. دول تغييرين عملهم مره واحده الارجنتيني دميان اورناندو المدير الفني لنادي النصر الليبي، والتقدم للنادي الاهلي 12 8 النصر الليبي. وعلى الارسال حسام يوسف، يلا يا حسام ارسال كده ومحاوله، وادي ارسال واستقبال مره ثانيه واعداد وحائط صد يا جماعه، قلنا حائط الصد مهاره بتجيب نقط، مهاره جميله، مهاره بتجيب نقط. محمد عبد محسن ومحمد عصران بيجيب النقطه 13، والوقت المستقطع الاول لنادي النصر الليبي بيطلبه دميان اورناندو، والنتيجه تقدم النادي الاهلي 13 8. زاد الفارق اهو بقى خمس نقاط، نخلي بالنا من زي ما قلنا من ضربات السحقه، من الارسالات القويه، من كل حاجه في الملعب هتفرق مع النادي الاهلي في هذا اللقاء. بفوزنا ان شاء الله في هذا اللقاء نوصل للنهائي، وهنلعب مع بوسالم التونسي مولوديه بوسالم التونسي اللي فاز 3-0 على السجون الكيني الماتش اللي فات، فاز 25-13 25-13 25-22، كان قبل هذا اللقاء مباشره. وعلى ارسال مع حسام يوسف، حسام بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن طويل، اشاره الحكم معمر الكبوبي من الجزائر، بيلعب استقبال اعداد من رقم 12 ومحاوله بياخد كده بيها، ونخلي بالنا على التغطيه على حائط الصد دي برضو النقطه التاسعه. تسعه النصر الليبي 13 النادي الاهلي، رقم 10 على الارسال من النصر الليبي محمد موسى. محمد موسى يلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال النادي الاهلي احمد عزب، حسام يوسف ضربه ساحقه ونقطه للنادي الاهلي في تخطي من فريق نادي النصر الليبي. بيتكلم مع رقم 10 اللي هو محمد موسى، وبيشوف بيتكلم مع الحكم عايز يطلع كارت الاصفر اهو، وده فعلا كارت اصفر للاعتراض على قرار الحكم. 14 الاهلي 9 النصر الليبي. محمد عصران، عصران على الإرسال رقم 9، إرسال من أعلى مع الوزن عصران. لا يا عصران مش عايزين نضيع يا عصران، ماشي ما جراش حاجة نعوضها المرة دي. 10 النادي النصر الليبي 14 النادي الأهلي، 11 رايح على الإرسال أنس الوداني
هيلعب ارسال من اعلى انس وقت مستقطع طلبه فرناندو برمنتيز اللي هو المدير الفني الاسباني ومعاه جهازه الفني المعاون محمد السيد ومحمد الحسيني وطبعا كابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق وكل الجهاز الفني على واقف على رجله. طبعا عايزين نشوف الاداء والاخطاء اللي وقع فيها بعض اللعيبه وان شاء الله ما فيهاش اي حاجه. وهو بيقول له الحكم الثاني اهو الحكم التونسي هاني كوكي بيقول للكابتن محمد السيد يبقى دوس على زر بتاع الوقت المستقطع او بتاع التغيير. الارسال مع نادي النصر الليبي رقم 11 على الارسال انس الوداني. انس يلعب ارسال كده وال 11 النصر الليبي 14 النادي الاهلي. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 15 الاهلي 10 نادي النصر الليبي. امام حضراتكم نقول لحضراتكم النادي الاهلي صاحب البطولات والانجازات 85 بطوله منهم 34 دوري عام منهم 21 كاس منهم 15 بطوله افريقيه منهم 8 عرب ومنهم واحده افرو اوروبيه اللي كانت في هولندا سنه 81. حائط صد كده خارج الملعب يا جماله يا جماله والنقطه 16 الاهلي 10 النادي النصر الليبي. وقت مستقطع طلبه المدير الفني داميان اورناندو المدير الفني الارجنتيني لنادي النصر الليبي. طبعا هو عايز يمتص حماس لاعبي النادي الاهلي وطبعا النادي الاهلي بقياده الاسباني فرناندو بنتيز وجهازه المعاون بيحاولوا يشوفوا الاخطاء. شايفين المراقبين الخطوط الاربعه لبس جميل للمراقبين الخطوط المصريين اللي بيعاونوا الحكم الاول والحكم الثاني. انتهى الوقت المستقطع لطلبه النادي الاهلي. والنتيجه 16 الاهلي 10 النصر الليبي اللي لسه جاي قدام شاشات النادي قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيلعب دور قبل النهائي للبطوله الافريقيه لكره الطايره رجال. ومحاوله يا جماعه ونخلي بالنا من الضرب من مركز 2 ونقطه للنادي النصر الليبي 11. وفي تغيير اهو للنادي النصر الليبي نفس التغييرين رقم 2 ورقم 6. فيدريكو هرنان ده ارجنتيني محترف في الصفوف الليبي ونزل مكان رقم 17 اللي هو عماد شنينة. الارسال مع النادي النصر الليبي استقبال النادي الاهلي محمد عصران اعداد حسام يوسف وبيضرب عبد الحليم عبو سريع من مركز 3 ومحاوله مره ثانيه وادي اهو خطا على نادي النصر الليبي فور باس والنقطه 17 للنادي الاهلي. اهو في تغيير اهو للنادي النصر الليبي رقم 6 نازل اللي هو رجب زكا مكان سالم اكليله او اجليله رقم 18. والارسال احمد صلاح العالمي ابو صلاح يا ابو صلاح ارسال من اعلى استقبال نادي النصر اعداد محاوله مره ثانيه من مركز او من لاعب رقم 2 حائط صد وبتنزل الكوره خارج الملعب ونقطه للنادي النصر الليبي النقطه 12. 12 النصر الليبي 16 او 17 الاهلي ورقم 19 على الارسال هيتكور اليكس ده من الدورميكان محترف في الصفوف النصر الليبي وارسال من اعلى مع الوزب ارسال قوي طبعا استقبال اعداد حسام ضربه ساحقه يا ولد يا عبو يا جميل والنقطه 18 الاهلي 12 النصر الليبي. والارسال مع احمد عزب الشرباجي وقلنا ان طبعا بنقول معلومه للي مش عارف القانون بتاع الكره الطايره الليبرو اللي نزل رقم 11 ده بيغير مع الليبرو لزميله اللي هو رقم 7 محمد رمضان وده الكوبي ويندر دول بيتغيروا بناء على تعليمات المدير الفني وبيكونوا في المنطقه الخلفيه فقط ما يطلعش المنطقه الاماميه.
اعداد حسام يوسف، محاولة لا خطأ وخارج الملعب، وكان عاوز يحاول علي عصران يجيبها ولكن جت في عصا او الشبكة او الانتنة، وتبقى نقطة لاخر واحد لمس الكرة اللي هو لاعب النادي الاهلي اللي هو حسام يوسف. والنقطة للنادي النصر الليبي، 13 النصر الليبي، وتغيير للنادي النصر الليبي اهو، رقم 12 داخل اللي هو عصام الوداني، مكان 20 اللي هو احمد العشيبي رقم 20، والمدير الفني الارجنتيني داميان اورناندو، وهيلعب الارسال رقم 12 عصام الوداني على الارسال. طبعا استعداد كده لاستقبال ارسال من لاعبي النادي الاهلي، وادي استقباله فعلا احمد عزب. حسام يوسف ضربه ساحقه وتغطيه على حائط الصد ده، ايه اللي انا بقول لحضراتكم عليها مره ثانيه، ولكن دي ما لحقش حسام يوسف يلعبها، جت من حليم عبو وجت نزلت في ملعب النادي الاهلي، وتبقى نقطه على النادي الاهلي. 14 النصر الليبي، 18 الاهلي، 12 على الارسال عصام الوداني، فارق 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. الارسال من اعلى، استقبال محمد رمضان، حسام يوسف، محمد عصران يا ولد يا عصران، جميلة جدا يا عصران، هي دي هي دي زي ما الكتاب بيقول. النقطة 19، تغيير تاني لنادي النصر الليبي اهو، 20 دخل مكان رقم 12 اللي هو احمد العشيبي، مكان رقم 12 اللي هو عاصم الوداني، ورجع ورا في المنطقة الخلفية فنزل مكانه الليبرو اللي هو رقم 3 اللي هو طارق ابو السعود. والارسال مع النادي الاهلي، عبد الحليم عبو، ايه يا عزب، ايه يا عزب، برافو، محاولة كده ولكن خارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي. والارسال مع النصر الليبي 15، وقت مستقطع طبعا، كابتن فرناندو بنتيز، محاولات كده لتقليل الاخطاء، وعايز هو يفرق ويمتص حماس لاعبي النادي النصر الليبي، وخد النقطة النادي النصر الليبي، النقطة 15. وطبعا الوقت المستقطع اصبح 4-2 للمدير، لكل مدير فني، وتم الغاء الوقت المستقطع اللي هو الفني للمباراة اللي هو بيبقى عند النقطة 16 وعند النقطة 8، وتم الغائهم لتشويق الكرة وللاستمتاع بالكرة الطايرة وسرعتها. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني. كل مدير فني خد الاثنين بتوعه اعتقد. والارسال مع نادي النصر الليبي، رقم 2 على الارسال، فيدريكو هارونا هاران، فريدريكو فريدريكو، ارسال خارج الملعب يا فيدريكو، ده محترف ارجنتيني. والنقطه 20 للنادي الاهلي، الاهلي يتقدم 20-15، وفارق 5 نقاط لصالح النادي الاهلي. 12 حسام يوسف، حسام يوسف على الارسال، حسام هيلعب من الارسال قوي، استقبال عداد، ضربه ساحقه، نخلي بالنا يا جماعه، نخلي بالنا في خطأ برضو لمس الشبكه، وفي كوره جايه ملعب النادي الاهلي، ما يهمناش النقطه دي، ونلعب 16 النصر الليبي، 20 الاهلي، دور قبل النهائي في المربع الذهبي البطولة الأفريقية للأندية الأبطال اللي بيستضيفها النادي الأهلي من 12 ل 24 إبريل الحالي، بصالة النادي الأهلي، بصالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة، وصالة الشهداء. وأدي النادي الأهلي النقطة 21، وعلى الإرسال محمد عصران، محمد عصران على الإرسال رقم 9، هيلعب إرسال قوي، استقبال نادي النصر الليبي، اعداد محاوله هناك من رقم 19، نقطه يا جماعه نخلي بالنا، الراجل ده بيلعب رقم 19 ده هيتكور اليكس المحترف الميدروميكان، بيلعب ضرب ساحق قوي، هو ورقم فريدريكو هرنان رقم 2، نخلي بالنا منهم الاثنين بيلعبوا في مركز 4 ومركز 2 وبيجيدوا ضربات الساحقه. الارسال مع النصر الليبي 17، النصر الليبي، الاهلي 21، استقبال محمد رمضان،
اعداد حسام يوسف وعزب، يا عزب يا ولد يا عزب، احمد عزب بيجيب ضربة ساحقة وتيجي تاتش بلوك تغيير كده عايز يعمله الكابتن فرناندو عبد الرحمن الحسيني مكان محمد عبد المحسن. رقم 8 مكان رقم 16 طبعا نازل على الارسال بالهدوء يا عبد الرحمن بقى عشان ناخد النقطة 23 يا ولد يا عبد الرحمن. اعداد النصر الليبي ومحاولة حسام يوسف، حسام يوسف وخطأ على حسام يوسف والنقطة رقم 18 للنصر الليبي. 22 الاهلي، ما زلنا متقدمين بفارق 4 نقاط. محاولات كده من نادي النصر الليبي عايز يتعادل ولكن الاهلي ان شاء الله. استقبال اعداد حسام يوسف، احمد عزب خطأ على احمد عزب لانه لمس الشبكه ولمس الانتنة ونقطه لنادي النصر الليبي النقطه 19. ما يهمناش نلعب نلعب لسه في 3 نقاط فارق لصالحنا. 6 على الارسال رجب زكا من نادي النصر الليبي. استقبال النادي الاهلي عصران، حسام احمد صلاح يا ولد يا حسام، ولد يا ولد يا صلاح، حلوه من حسام احلى من صلاح والنقطه 23. 23 الاهلي 19 النصر الليبي. طبعا مباراه قويه واضح وفي اعداد قوي من النصر الليبي ومحاولات كده والارسال مع احمد صلاح رقم 4 العالمي على الارسال. يلا يا عالمي اهو استقبال نصر الليبي واعداد وحائط الصد بقى، حائط صد وفعلا نقطه للنادي الاهلي. 24 الاهلي 19 النصر الليبي. الشوط الاول اللي لسه جاي امام شاشه النادي الاهلي وبنقول 24 الاهلي مباراه الكره الطايره بين الاهلي والنصر الليبي. 24 الاهلي واحمد صلاح على الارسال، ابو صلاح على الارسال 24 ومضربه وارسال قوي. استقبال اعداد، يلا النقطة بقى والجماهير كده بتشجع وتآزر النادي الأهلي أهو. ومحاولة مرة تانية دفاع وضربة ساحقة، حسام يوسف يجيب النقطة من مركز 3. الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-19، الأهلي متقدم 25-19 وراحة ما بين الشوطين الأول والتاني. ونقول لحضراتكم إن النادي الأهلي وصل إزاي لهذا الدور. الشوط الأول 25-19 لصالح النصر الليبي. وبنقول لحضراتكم إن دي راحة ما بين الشوطين، بين الشوط الأول والشوط الثاني. الأهلي طبعًا كان في مجموعته الأسمنت الأثيوبي وفريق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والعدالة الكيني، وفاز عليه على كل الفرق اللي كانت معاه 3-0 وصعد للدور 16 ولعب مع الفتح المغربي وفاز عليه في دور ال 16 3-0 وفاز امس على فريق اقول لحضراتكم اللي هو كان في دور الثمانية اسبوار الكونغولي والنهارده بيلعب في دور قبل النهائي او دور الاربعه او المربع الذهبي وفايز في الشوط الاول 25-19. بنقول لحضراتكم ان دي البطوله الافريقيه رقم 45 وبيستضيفها النادي الاهلي 18 فريق تم تقسيمهم الى 4 مجموعات. نقول لحضراتكم المجموعات حالا اهو. المجموعة الأولى كان فيها الأهلي والأسمنت الأثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الأوغاني والفتح المغربي. الفتح المغربي. المجموعة الثانية مولودية بوسالم التونسي وإنجز الأفواري وولاية بيتشا الأثيوبي والنصر الليبي ووداد تلمسان الجزائري. المجموعة الثالثة ميناء دوالا الكاميروني وبوليدا الجزائري والسجون الكيني واسبوار الكونغولي وجسكارا الرواندي
المجموعة الرابعة المواني الكيني وجرين بافلوز الزامبي والجامعة الزيمبابوي والشرطة الرواندي وفي جي آر الكونغولي. 18 فريق. الأهلي كان أول مجموعته لعب مع اسكوار الكونغولي في دور ال 16 وفاز عليه 3-0، ولعب مع الفتح المغربي دور الثمانية، ولقوا بيلعب في دور الأربعة أو في دور قبل النهائي مع فريق أمام حضراتكم النصر الليبي. ثواني ويبدأ الشوط الثاني لحضراتكم اللي لسه جاي. الشوط الأول خلص لصالح النادي الأهلي 25-19، والشوط الثاني هيبقى على إيدك اليمين النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى إيدك اليسار فريق نادي النصر الليبي بزيه الأبيض أمام حضراتكم. ونبدأ الشوط الثاني. الشوط الثاني نفس التشكيل أعتقد بتاع النادي الأهلي، هو هو عبد الرحمن عيب، عبد الحليم عيب رقم 3، محمد عبد المحسن رقم 16، محمد عسران رقم 9، حسام يوسف معد الفريق رقم 12، أحمد صلاح رقم 4، أحمد عزب الشرباقي رقم 22، ومعانا الليبرو محمد رمضان رقم 7 والليبرو الثاني ويندر الكوبي رقم 11. أما فريق نادي النصر الليبي تشكيله رقم 2 فيدريكو هرنان أرجنتيني محترف، رقم 17 عماد شنينة رقم 17، رقم 12 عاصم الوداني، رقم 3 الليبرو الفريق طارق أبو السعود، رقم 10 محمد موسى، رقم 2 فيدريكو هرنان قلنا عليه، ورقم 6 رجب زكا. وثواني ويبدا هذا اللقاء. يدير هذا اللقاء معمر الكبوبي من الجزائر، يعاونه وليد كوكي من تونس. هاني كوكي من تونس حكم تاني. وادي بدا الشوط الثاني ونقطة للنادي الأهلي يا ولد يا عالمي. أحمد صلاح بيجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي ويتقدم النادي الأهلي. وادي قلت لحضراتكم لسه الليبرو خارج اهو، داخل عبد الحليم عبو لما طلع في المتحرك في تحقيق في تحريك المراكز أو تغيير المراكز بيطلع قدام اللاعب الليبرو بينزل الكروس بتاعه اللي هو عبد الحليم عبو. محاولة مرة تانية وإرسال مع النادي الأهلي، ضرب ساحق، نقطة التعادل مع النصر الليبي 1-1. جماهير النادي الأهلي اهي بتشجع موجودة أمام حضراتكم من مدرجات النادي الأهلي، الصالة المغطاة، صالة عبد الله الفيصل بفرع الأهلي بالجزيرة موجود أمام حضراتكم النادي الأهلي. أدي إرسال مع النادي النصر الليبي بيجي في الشبكة، والنقطة التانية للنادي الأهلي يا جماله يا جماله. طبعا بيشاهد هذا اللقاء أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الكابتن أو المهندس فريق المهندس خالد مرتجي هو أمين صندوق النادي الأهلي وقائم بأعمال نائب رئيس النادي، وطبعا رئيس اللجنة العليا للبطولة المهندس محمد الضماطي، مهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة، ومي ياقوت ورئيس الاتحاد الأفريقي، بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس نادي النصر الليبي اقول لحضراتكم عليه اسمه او رئيس البعثه صالح الهمالي، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد الكره الطايره واعضاء الاتحاد الافريقي امام حضراتكم. والارسال مع النادي الاهلي وتقدم النادي الاهلي 3-1 النصر الليبي، والارسال مع احمد صلاح. يا ابو صلاح يا ابو صلاح يا ابو صلاح صح. الإرسال مع النادي النصر الليبي 2 النصر الليبي 3 الأهلي. رقم 2 على الإرسال فريدريكو هرنان، هيلعب إرسال من أعلى محترف أرجنتيني، استقبال حسام يوسف بيلعب يا ولد يا أحمد يا عازم أحمد يا عازم، نقطة للنادي الأهلي. فرناندو كده بيكلم مراقب الخط بيقول له خلي بالك هو متنرفز شوية، ولكن هي الحكم الأول تشاور عليها وفي اعتراض من الحكم من لاعبي نادي النصر الليبي، وفي كده اهو ارسال مع النادي الاهلي
أربعة النادي الأهلي. أحمد عزب الشرباجي، أحمد عزب على الإرسال، إرسال من أعلى أحمد عزب، استقبال قوي، إعداد ويندر ووحشة وشايل الكورة، بيعترف فرناندو بيقول لا ما فيهاش حاجة. طبعا أحمد صلاح ركابتن الفريق رايح وبيكلم معمر الكبوبي، وفي اعتراضات على الكرة اللي فاتت. بنقول نادي النصر الليبي من منطقة البركة أو في مدينة بني غازي بليبيا الشقيق. طبعا رئيس النادي قلنا لحضراتكم عليه أحمد أبو شناف، ونائب رئيس النادي فوزي العساوي، لاعب القرن في ليبيا ولاعب منتخب العرب أعتقد يعني من جيل الخطيب كابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي. كرة كده بيلعبها بيسقطها محمد عصران، يا ولدي عصران، بيلعبها من فوق حائط الصد وبيضحك على حائط الصد وبيجيب النقطة الخامسة. خمسة الأهلي، ثلاثة النصر الليبي. وعلى الإرسال عبد الحليم عبو، يلا يا عبو، إرسال من أعلى خارج الملعب يا عبو. يا جماعة نخلي بالنا من الإرسالات الضايعة دي. عبو بيخرج ويخش ليبر الفريق محمد رمضان، لأن عبو لعب الإرسال وهو في المنطقة الخلفية، هيفضل في المنطقة الخلفية يعني هيجي مركز ستة. الإرسال مع رقم 11 من لاعب النصر اللي هو أنس الوداني، ده أخو عاصم الوداني، الاثنين إخوات ودول قرايب، أو يعني في هنا حد تحت زكة مدرب مساعد عوض حسين زكة، ده عم رجب زكة. النقطة الستة للنادي الأهلي، ستة الأهلي، أربعة النادي النصر الليبي. وعلى الإرسال حسام يوسف، حسام بيلعب إرسال قوي، استقبال، إعداد كده مرة تانية، وادي ضربة ساحقة ومحاولة وبيجيب نقطة فريق النصر الليبي، النقطة الخامسة. محاولة من لاعبي نادي النصر الليبي إن هم يقللوا الفارق، فعلا أصبح الفارق نقطة واحدة. وعلى الإرسال رقم 17 عصام شنينة، عماد جنينة أو شنينة، عماد شنينة، وادي ضربة ساحقة من محمد عبد المحسن، يا ولد يا محسن، بيجيب النقطة السابعة، سبعة عبد محسن أو سبعة النادي الأهلي، خمسة النصر الليبي. الإرسال مع محمد عصران رقم 9، عصران على الإرسال، عصران رقم 9 يلعب إرسال، إرسال من أعلى، استقبال النادي النصر الليبي، إعداد رقم 19 هيتكور أليكس اللي هو الدينوميكان من المحترف، مرة تانية حسام يوسف، أحمد صلاح، أحمد صلاح، يا ولد يا أبو صلاح، يا ولد يا أبو صلاح، بيجيب النقطة 8، الأهلي يتقدم 8، 5 النصر الليبي. يلا يا رجالة ناخد الشوط ده عشان يبقى دفع معنوية للشوط الثالث إن شاء الله بإذن الله. محمد عصران على الإرسال، يلا يا عصران، استقبال، إعداد، محاولة مرة تانية للنادي الأهلي، أهو الويندر حسام يوسف، يلا يا أبو صلاح، ما يجيبها إلا أبو صلاح، ما يجيبها إلا أبو صلاح. والنقطة التاسعة، 9 الأهلي، 5 النصر الليبي. وقت مستقطع طلبه المدير الفني دميان أورناندو، المدير الفني الأرجنتيني للنادي النصر الليبي. وادي النادي الأهلي أهو فرناندو بنتيز المدير الفني للنادي الأهلي بيحاول يصلح الأخطاء عشان يقدر يكسب ويزود الفارق وياخد هذا الجيم أو هذا الشوط. انتهى الوقت المستقطع، لاعبي النادي الاهلي في الملعب، وادي لاعبي النادي النصر نازلين، النصر الليبي من ليبيا الشقيق. والارسال مع النادي الاهلي محمد عصران، 9 الاهلي، 5 النصر الليبي. ارسال من اعلى
ضربة ساحقة ونقطة إيس. إيس يا ولد يا عسران يا ولد. والنقطة العاشرة، 10 الأهلي 5 النصر الليبي. عسران على الإرسال رقم 9. إرسال من أعلى عسران، استقبال عداد رقم 17 وضربة ساحقة. دفاع عن الملعب برافو ويندر الكوبي، ضربة ساحقة أحمد صلاح يا عالمي، بيجيب النقطة ال 11، بيضرب كده حائط الصد، وحائط الصد مشروخ من النصر الليبي. والنقطة 11، 11 الأهلي 5 النصر الليبي. وعلى الإرسال محمد عسران، يلا يا عسران، يلعب من اعلى مع الوزن، استقبال اعداد كده وضربة ساحقة من المحترف الدرمكاني رقم 19 هيتكور اليكس، ومحاولة من النادي الاهلي، ودي هيتكور اليكس تاني مرة تانية. حسام يوسف بيعد لاحمد صلاح وبيلعب وبيشوط، ولكن في سجال، الكرة سجال ما بين الفريقين، ومحاولة مرة تانية او مرة تالتة. اليكس بيضرب، دفاع عن الملعب، ويندر طالع احمد عزب، حائط صد مره تانية، والكره مساهلات مستمره، تاتش بلوك ومحاوله مره تانية. نادي النصر الليبي بيعدي الكره صوابع، ادي حسام بيعيد، ضربه خلفيه يا ولد يا عسران، يا ولد يا عسران. عسران بيجيب النقطه 12 كده في اطول كره في الماتش. عسران على الإرسال رقم 9، محمد عسران والأهلي متقدم. سامعين جماهير النادي الأهلي اللي بدأت تزيد في المدرجات، محاولات كده لزيادة الفارق 12-5، واستقبال خارج الملعب. يا جماعة نخلي بالنا من الإرسالات، 6 دبل سكور. على الإرسال أليكس رقم 19 من نادي النصر الليبي، هيلعب إرسال من أعلى، إرسال قوي، استقبال قوي من عسران، وإعداد محمد رمضان وعزب يا ولد يا عزب يا ولد يا ولد يا ولد، برافو عزب، تسلم إيدك يا أحمد يا عزب. النقطة 13، 13 الأهلي 6 النصر الليبي. محمد رقم 16، محمد محسن هيلعب ارسال من اعلى، محمد بيلعب ارسال خارج الملعب. يا محمد، محمد محسن معلش المره دي يا محمد، اهو نزل مكانه الليبرو محمد رمضان، هو كروس معاه هو وعبد الحليم عبو. 18 على الارسال من نادي النصر الليبي سالم قليله، ودفاع عن الملعب محمد عسران يا ولد يا عسران، محاوله مره ثانيه ولكن الكوره خارج الملعب لاحمد عزب، معلش تعوض. والنقطه الثامنه، 8 النصر الليبي 13 للاهلي، والارسال مع رقم 18 سالم قليله، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي اهو، حسام بيعد لاحمد صلاح يا ولد يا ابو صلاح يا ولد يا ابو صلاح، تيجي نقطه كده على طول، اي كوره بيشوطها صلاح بسم الله ما شاء الله بتيجي نقطه. 14 الاهلي 8 النصر الليبي، والارسال مع احمد صلاح، يلا يا ابو صلاح العالمي، احمد صلاح الحكم معمر الكبوبي ادى الاشاره، وادي ابو صلاح ضايع منك، معلش يا ابو صلاح معلش معلش. النقطه التاسعه النصر الليبي، رقم 2 على الارسال من النصر الليبي فريدريكو هرنان الارجنتيني، وقت مستقطع طلبه المدير الفني الاسباني النادي الاهلي فرناندو بنتيز، طبعا بيحاول يصلح الاخطاء، بيحاول يشوف
ان هو فارق اكتر، بس هو عايز يريح لعيبته، عايز يمتص حماس لاعبي نادي، ودي الاكتر لو يمتص حماس لاعبي النادي النصر الليبي. انتهى الوقت المستقطع بطلبه فرناندو بنتيه، والفرقتين في ارض الملعب، او النادي الاهلي نزل، نادي النصر الليبي، تعليمات لحد اخر لحظه، الحكم الثاني بينده عليهم. طبعا لسه ما نزلوش لحد دلوقتي، المفروض الصفاره بتاعت نهايه الوقت المستقطع اللعيبه تنزل على طول. 9 النصر الليبي، 14 النادي الاهلي، فارق 5 نقاط. ونلعب ارسال من اعلى، استقبال محمد عصران، حسام يوسف، ضربه ساحقه، يا ولد يا احمد يا عزب يا ولد، تيجي تاتش، تيجي في لاعب من نادي النصر الليبي، تبقى نقطه للنادي الاهلي، النقطه 15، 15 الاهلي، 9 النصر الليبي. وعلى الارسال حسام يوسف راح يلعب الارسال، لا احمد عزب، احمد عزب الشرباجي رقم 22، احمد عزب. احمد ملعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال واعداد ومحاوله، دفاع عن الملعب احمد صلاح، وضربه ساحقه من محمد عصران، محاوله كده عايز يجيب نقطه، وفي تغطيه على حائط الصد، ومحاوله من الكوبي ويندر، ولكن طلعت بره الملعب بشد من ازرهم. اهو في تغيير كده، عبد الرحمن الحسيني هينزل مكان احمد عزب الشرباجي رقم 8، نازل مكان رقم 22. تعليماته لفرناندو بنتيز لاحمد عزب، تقول له انت هتنزل تاني بس اهدى شويه عشان ياخد نفسه. ارسال النصر الليبي، استقبال اعداد حسام يوسف، واو واو واو، احمد صلاح يا ولد يا ابو صلاح، وبيجيب النقطه 16، 16 النصر الليبي، 16 النادي الاهلي، 10 النصر الليبي. والارسال مع النادي الاهلي، وتغيير للنادي النصر الليبي، رقم 10 خارج وداخل مكانه رقم 7 اللي هو كابتن الفريق حسام الدين الخبيري، ورقم 11 نزل مكان 18، 11 اللي هو انس الوداني، ورقم 18 طلع اللي هو سالم اكليله. والارسال مع عبد الحليم عبو، ارسال استقبال مره ثانيه، حائط صد، خلي بالنا من حائط الصد، زي ما انا قلت حائط الصد، تغطيه على حائط الصد، ضرب الساحق، الضربات الساحقه كلها، هذه مهارات لازم نخلي بالنا منها عشان بتدينا نقط. نزل مكانه الليبرو، خرج رقم 3 من فريق نصر الليبي، هو مش تغيير، لكن هو بيبقى تغيير عادي، بينزل ويطلع حسب تعليمات المدير الفني وحسب وجوده في المركز اللعب. وادي ضربه ساحقه في حائط صد، يا جماعه نخلي بالنا، قلنا والنتيجه 12 نادي النصر الليبي، 16 الاهلي، والفارق 4 نقاط. يلا احنا كنا فارقين اكتر من كده، وقت مستقطع اهو، طلبوا تاني فرناندو بنتيز، طبعا مش عاجبه اداء اللاعبين، ضيعوا نقطتين، كانوا 15 9 بقوا 16 12، فارق 3 نقاط، خدوا من النصر الليبي في الوقت اللي فات، ومحاولة منه ان هو يوقف اخذ النقاط فريق النادي النصر الليبي. انتهى الوقت المستقطع، وبالحكم الثاني هاني كوكي بيقول المدير الفني المصري الاسباني، المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي فرناندو بوتيز، ان ده الحائط او ده الوقت المستقطع الثاني. الارسال مع النادي النصر الليبي، والنتيجه 12 النصر الليبي، الاهلي 16. البطوله الافريقيه لكره الطايره للرجال، الدور قبل النهائي في صاله الامير عبد الله الفيصل بفرع الجزيره. وهذه محاوله كده، ضربه ساحقه، ولكن نقطه ضايعه من النادي الاهلي، النقطه 14. 13 النصر الليبي، 16 الاهلي. وعلى الارسال رقم 11 انس الوداني،
استقبال النادي الاهلي. محمد رمضان، حسام يوسف، يا ولد يا حسام بيلعبها كده وبتيجي من لعيبه النادي النصر الليبي تبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 17. وبيخرج كده وبيروح حسام يوسف على الارسال، وبيخرج كده محمد رمضان، الليبرو بينزل مكانه، الليبرو ايضا زميله اللي هو ويندر الكوبي المحترف في صفوف النادي الاهلي. حسام يوسف على الارسال، حسام على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال عداد، يلا من حائط الصد بقى كده، حائط الصد، ولكن خرج الملعب من حائط الصد الاهلاوي، تبقى نقطه على النادي الاهلي، النقطه 14. 14 النصر الليبي، 17 النادي الاهلي، ثلاث نقاط فارق. استقبال النادي الاهلي، محمد رمضان، حسام يوسف، خلفيه كده لمحمد عصراني يا ولد. حسام يوسف بيوزع اللعب الى حاجه اسمها اعداد امامي، حاجه اسمها اعداد خلفي، بيوازن ما بين الاثنين، بيشوف مين الموجود احسن، مين اللي هيلعب. وادي نزل احمد عزب الشباجي مكان عبد الرحمن الحسيني مره ثانيه في المنطقه الاماميه. طبعا ده النتيجه 18 الاهلي، 14 النصر الليبي. وعصران على الارسال، محمد عصران، استقبال خارج الملعب يا عصران، خارج الملعب، ونقطه للنادي النصر الليبي، النقطه 15. تغيير رقم 10 للنصر الليبي داخل، وخارج رقم 17 او 7 اللي هو الكابتن الفريق او اللي هو حسام الدين الخبيري، نزل مكانه رقم 17. وادي ارسال وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 19. الاهلي 19، 5 للنادي النصر الليبي. تغييره اهي بقى، محمد محسن خارج رقم 16، ونزل مكانه سيف حسن عابد. سيف عابد على الارسال، هيروح يلعب ارسال، سيف على الارسال، سيف عابد هيلعب ارسال من اعلى، اول مره ينزل سيف هذا اللقاء، طبعا لعب قبل كده ماتشات ثانيه. ارسال من اعلى ويضيع الارسال، سيف طبعا جاي من نادي الزمالك، معلش يا سيف تتعود المره الجايه. والنقطه 16، 16 النصر الليبي، 19 النادي الاهلي، و18 على الارسال. سالم اقليله او اجليله هيلعب من اعلى، خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطة 20. النقطة 20 للنادي الاهلي. النقطة 20، وهينزل اهو ويندر مكان زميله محمد رمضان اللي هو الليبرو الفريق. ارسال مع النادي الاهلي، احمد صلاح العالمي على الارسال. هيلعب ارسال من اعلى، ابو صلاح يلعب ارسال، استقبال، اعداد نصر الليبي، ومحاولة ودفاع عن الملعب. حسام يوسف بيعد الكرة خلفي كده، أحمد صلاح يا ولد، كرة قوية كده، تسلم إيدك يا أبو صلاح. مرة تانية، وضربة ساحقة من عبد الحليم عبو يا ولد، يا عبو لعبها سريع كده من مركز ثلاثة، وبيجيب بيها النقطة 21. 21 الأهلي، 16 النصر الليبي. أحمد صلاح على الإرسال، وقت مستقطع للمدير الفني للارجنتيني دوميان ارنوندو، مدير الفني النادي النصر الليبي، وقت مستقطع الثاني ليه. وادي النادي الاهلي على يمنا مع الاسباني فرناندو بنتيز، تعليماته للعيبه، وهو متقدم 21-16. كل التوفيق ل فرق الصالات اللي بتلعب، النادي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا بال التصنيف الافريقي لمقامه في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، فريق كره السله، فريق كره اليد بيلعب في الجزائر، البطوله الافريقيه، كاس الكؤوس. وادي الارسال مع احمد صلاح، احمد صلاح العالمي يلعب ارسال من اعلى،
ارسال من اعلى بالذراع الايسر، استقبال نادي النصر، اعداد ضربه صحيحه ومحاوله للدفاع عن الملعب من احمد صلاح، برده بيلعب الكوره من حسام يوسف ولكن وقع وكانت فور باس او تاتش، ونقطه للنادي النصر الليبي معلش تتعوض. 17 النصر الليبي، 21 النادي الاهلي، وعلى الارسال 2 النصر الليبي، فريدريكو هرنان ارجنتيني محترف في صفوف النصر الليبي، وضربه ساحقه يا ولد احمد عزب الشرباجي، بسم الله ما شاء الله عليك، نمسك الخشب من مركز 4، احمد عزب بيطلع وضربه سريعه كده من اعداد المعد المتالق والمخضرم حسام يوسف، والنتيجه 22 الاهلي 17 النصر الليبي، وعلى الارسال احمد عزب الشرباجي، احمد عزب هيلعب الكره من اعلى، استقبال اعداد مره تانية ومحاوله حائط صد، يا برافو محمد عصران وعبد الحليم عبو بيجيب النقطه 23 23 الاهلي 17 للنصر الليبي، نقطتين وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. هيلعب احمد عزب الشرباجي على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، احمد عزب بيلعب كده خلف فلوتر خلف الشبكه وحائط صد ولكن خارج الملعب يا جماعه، حائط صد جماعي عبد الحليم عبو من محمد عصران حسام يوسف، في تغيير اهو، منزل رقم 15 عبد الرحمن سعودي مكان عبد الحليم عبو رقم 3، عبد الرحمن سعودي 15 مكان عبد الحليم عبو رقم 3، وعلى الارسال اهو نصر الليبي رقم 10 محمد موسى، 18 النصر الليبي، 23 النادي الاهلي، ارسال قوي، استقبال اعداد ومحاوله من محمد عصران عشان يجيب نقطه، والنقطه 24 النادي الاهلي 24، نفس التغيير، حسن عابد سيف حسن عابد خارج، محمد محسن دخل مكان سيف عابد، وتغيير في نادي النصر الليبي مكان 17 داخل اللي هو عماد شنينة مكان رقم 1 اللي هو محمد فريد العجيل الوجيلي، والارسال مع عبد الرحمن السعودي، عبد الرحمن سعودي، عندنا 2 عبد الرحمن، عبد الرحمن الحسيني رقم 8 وبيلعب مركز 4، عبد الرحمن سعودي رقم 15 وبيلعب ثلاثات او بنقول عليها كروس، هيلعب ارسال من اعلى عبد الرحمن سعودي، استقبال وادي محاوله، محمد محسن بيجيب النقطه 25 والشوط الثاني 25 18 ويتقدم النادي الاهلي 2 لا شيء للنادي النصر الليبي، وتغيير الملاعب وراحه ما بين الشوطين الثاني والثالث، وكل التوفيق للنادي الاهلي في ابطال الصالات، ملوك الملاعب، ملوك الصالات، كره الطايره للرجال، كره الطايره سيدات، كره اليد سيدات، كره اليد رجال، كره السله رجال، كره السله سيدات، كل التوفيق لالعاب الصالات في النادي الاهلي، بنقول لحضراتكم اللي لسه جاي عايز يتابع المباراه، الشوطين الاول 25 19، الشوط الثاني 25 19، ويبقى الاهلي 2 لا شيء نادي النصر الليبي، اللي هيبقى على يمنا الشوط الثالث ان شاء الله، والنادي الاهلي على ايدك اليسار، الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاسباني فرناندو بنتيز، حاول الشوط اللي فات ان هو يقدر يصلح الاخطاء، خد وقت مستقطع الاثنين بتوعه وقدر فعلا يوصل لنهايه الشوط الثاني 25 19، وادي نادي النصر الليبي محاولات منه ان هو يقلل الفارق وبيحاول ان هو يفوز النادي الاهلي طبعا بالشوط الثالث عشان يخلص ويوصل الى مباراه نهائيه غدا ان شاء الله تكون مع اللي وصل فيها بو سالم او مولوديه بو سالم التونسي اللي فاز 3 لا شيء على السجون الكيني، وكده يبقى النهائي هيبقى عربي افريقي
النادي الاهلي باذن الله ونادي بوسالم مولوديه بوسالم التونسي لو خدنا الشوط الثالث ان شاء الله باذن الله ناخده ونوصل المباراه النهائيه. الاهلي كان في المجموعه الاولى طبعا فاز على اسمنتي الاثيوبي وعلى عداله كيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي فاز 3-0 في كل الاشواط وفي كل المباريات وفاز في دور ال 16 على نادي اسبوار الكونغولي 3-0 برضو وفاز على نادي اقول لحضراتكم بافالوز هقول لحضراتكم لان انا اللي هو كان امبارح في دور الثمانيه كان في دور الثمانيه المباراه اللي كانت امبارح واقول لحضراتكم فاز على مين بسرعه نستأنف في الشوط الثالث وهيبقى على ايدك اليسار نادي الاهلي بيزيو الاحمر ونادي النصر الليبي على ايدك اليمين والنادي الاهلي متقدم في الشوطين الاول والثاني 25 19 25 18 الشوط الاول والشوط الثاني وقلنا النادي الاهلي وصل للدور قبل النهائي زي ما قلت لحضراتكم وادي الارسال اهو الحكم الثاني الحكم وليد كوكي بيحاول يراجع المراكز مع فريق نادي النصر الليبي وادي الحكم الاول معمر الكابوبي حكم جزائري الحكم الدولي والارسال مع النادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي احمد صلاح رقم 4 محمد محسن رقم 16 احمد عزب رقم 22 حسام يوسف رقم 12 محمد عصران العرسال دلوقتي رقم 9 ورقم 11 ويندر الكوبي المحترف الكوبي ونقطة الأولى للنادي النصر الليبي نقول لحضراتكم واحد النصر الليبي لا شيء للنادي الأهلي في الشوط الثالث الإرسال مع وضربة ساحقة محمد محسن يا ولد يا ولد يا محمد ويجيب النقطة الثانية للنادي الأهلي ويتقدم الأهلي 2-1 أو نقطة التعادل 1-1 الشوط الثالث والإرسال مع النادي الأهلي محمد محسن بيلعب إرسال قوي استقبال حاولة من النصر الليبي ودفاع عن الملعب حسام يوسف ضربة ساحقة أحمد عزب خارج الملعب يا أحمد فور باص والنقطة الثانية للنصر الليبي. الإرسال مع النصر الليبي رقم 18 على الإرسال. إرسال من أعلى استقبال ولكن ضايع الإرسال والنقطة الثانية للنادي الأهلي وجماهير بقى إيه صوتها عالي جماهير النادي الأهلي الجماهير العاشقة للكرة الطايرة. وملوك الصلاة والإرسال مع النادي الأهلي أحمد صلاح العالمي على الإرسال 2-2 التعادل 2 الأهلي 2 النصر الليبي والإرسال مع أحمد صلاح عاوز يغير الكورة كده أحمد صلاح العالمي هيلعب من اعلى ارسال من اعلى مع الوزن استقبال اعداد من النصر الليبي ومحاوله دفاع عن الملعب حسام يوسف احمد صلاح يلا يا احمد عازب خطا على لاعب نادي النصر الليبي لمس الشبكه رقم 11 اللي هو اقول لحضراتكم عليه
أنس الوداني. أنس الوداني إرسال مع النادي الأهلي، أحمد صلاح الأهلي 3-2 النصر الليبي، والإرسال مع أحمد صلاح. الجماهير زادت في المدرجات طبعا الشوط الأخير ومحاولات منهم، وهذا هو إعداد مرة تانية. ويندر حسام يوسف بيعدي الكرة مرة تانية، الكرة سجال ومستمرة، حائط صد ودفاع عن الملعب، ناشر اهو بيلعب، وادي ضربة ساحقة ومحاولة مرة تانية، إعداد خلفي، أداء معلش المرة دي تتعوض، والنقطة التعادل 3-3، 3 النصر الليبي 3 الأهلي، 3 النصر الليبي 3 الأهلي. الإرسال مع النادي في تغيير كده، هو نزل مش تغيير، هو اللاعب ويندر نزل المحترف الكوبي وخرج زميله محمد رمضان، والإرسال مع النادي الأهلي رقم 22. أحمد عزب الشرباجة على الإرسال، بيلعب إرسال قوي خارج الملعب يا أحمد، نخلي بالنا يا جماعة، 4-4 كده، 4-4. ارسال من اعلى ونقطة ومحاولة من النادي الاهلي ان هو يزود الفارق، محاولة من محمد عصران ولكن في دفاع عن الملعب من لاعبي النصر الليبي. مرة تانية حسام يوسف بيلعب الكرة كده، المفروض في خطأ على لاعب النصر الليبي، وهي نقطة اهي، نقطة اهي للنادي الاهلي، النقطة 5 الاهلي، 4 لنادي النصر الليبي. ونشوف كده النقطة هتكون فين، لسه ما حطهاش. أجين بول لعبها، أجين بول الحكم، لأن في تضارب في القرار ما بين الحكم الأول والحكم الثاني، فهتتلعب اجين بول، و 4-4 ما زالت النتيجة. والإرسال مع النادي الأهلي 4-4، في كلام ما بين الحكم الأول والحكم الثاني علشان المراقب اللي هو لاعب الكرة اللي فاتت. الإرسال مع النادي النصر الليبي رقم 10، هيلعب الإرسال محمد موسى، بيلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، ضربة ساحقة يا ولد يا عبو، عبد الحليم عبو بيضرب كده يا جماعة سريع من مركز 3، هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين السريع من 3 و2 و4، وعايزين الضرب والتغطية على حائط الصد، وعايزين حوائط الصد اللي بيجيب منها نقط. إرسال عبد الحليم عبو، استقبال النادي النصر الليبي، دفاع عن الملعب رقم 2 من فريدريكو هرنان مع محمد عصران، حسام يوسف دخل مع عبد الحليم عبو مرة تانية، مرة تانية يا جماعة نخلي بالنا، 5-5 كده، 5 الأهلي 5 للنصر الليبي. الإرسال مع رقم 11 من النصر الليبي أنس الوداني، يلعب إرسال من أعلى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 6 الأهلي 6، 5 للنصر الليبي. نلعب بقى عشان نفوز بالشوط ده والمباراة ونوصل للنهائي بقى الأفريقي بقى العربي إن شاء الله. إرسال من أعلى، استقبال، محاولة مرة تانية، وأدي ضرب ساحق
ودفاع عن الملعب، ولكن كده يا جماعه نخلي بالنا عشان الكور دي هنحتاجها، او النقاط دي يعني هتبقى لينا ليها عوزه. الارسال مع النصر الليبي 6-6، 17 على الارسال. عماد شنينه، عماد هيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد من حسام، ضربه ساحقه محمد محسن مره تانية. لا خلي بالنا بقى كده، بقت 7 النصر الليبي، 6 النادي الاهلي. يلا ناخد النقطه اللي جايه دي ونتعادل اهو. الجماهير بتقول العب يا اهلي، العب يا اهلي، العب يا اهلي. ارسال نصر الليبي، هيلعب استقبال النادي الاهلي، حسام يوسف، يلا يا عزب، احمد عزب، برافو احمد عزب الشرباجي. 7-7 النتيجة والتعادل. ورايع على الارسال محمد عصران عصران بيلعب استقبال اعداد، محاولة هتصد، دفاع عن الملعب، حكم حسبها ان الكرة نزلت ارض الملعب. محمد الحسيني بيقول لهم خلاص نلعب. ثمانية النصر الليبي، 7 النادي الاهلي. اول مرة يفرق النصر الليبي كده. استقبال اعداد حسام، يا ولد يا محمد يا محسن، نقطة لنادي النصر الليبي. 9-7، فارق نقطتين يا جماعة. لازم نلعب، لازم نوقف حائط الصد، لازم نوقف الإرسال. استقبال كده من النادي الأهلي، حسام يوسف، خطأ على النادي الأهلي والشبكة على النادي الأهلي. هيطلب وقت مستقطع اهو فرناندو بنتيز، والتقدم 10 النصر الليبي، 7 النادي الأهلي، فارق 3 لصالح النادي الأهلي. نخلي بالنا بقى بعد ما نشوف المدير الفني الأسباني هيقول لهم إيه. طبعا في تعليمات كده عشان وهيعمل تغييرات أكيد، وفي اللعيبة بتسخن أهي، لعيبة النادي الأهلي عبد الرحمن السعودي وعبد الله عبد السلام وحمدي يوسف، حمدي الصافي وسيف حسن عابد، دول كلهم الاحتياطي. الإرسال مع النادي نصر الليبي، رقم 19 على الإرسال اللي هو أليكس المحترف من الدومكان. إرسال من أعلى كده، بيلعب إرسال قوي خارج الملعب. والنقطة الثامنة، يلا 8 الاهلي، 10 النصر الليبي. محمد محسن على الارسال، المدير الفني الاسباني فرناندو بيقول له العب بطريقه معينه. ارسال من اعلى، استقبال كده نادي النصر الليبي، محاوله مره ثانيه وحائط صد جماعي، ومحاوله ونقطه التاسعه الاهلي، 10 النصر الليبي. يلا بقى نتعادل ونجيب نقطة التعادل ونبدأ نزود الفارق مرة تانية. محمد محسن على الإرسال رقم 16، يلا يا محسن، إرسال من أعلى، استقبال إعداد وضربة ساحقة، ومحاولة مرة تانية من النادي الأهلي أهو، طالع حائط صد يا جماعة، خلي بالنا يا عبو. نقطة 11 للنادي النصر الليبي.
كارت اصفر لحد من النادي الاهلي معترض على الكره اللي فاتت. ارسال مع رقم 18 سالم اقليله، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، احمد عزب، حسام احمد صلاح يا ولد، تاتش بلوك، تاتش بلوك ونقطه للنادي الاهلي، نقطه جت كرة جت في لاعب من نادي النصر الليبي وجاب منها النقطه 10 11 وفارق نقطه واحده. عبد الرحمن الحسيني نازل مكان محمد عصران، تغيير للنادي الاهلي، تغيير الاهلي، احمد صلاح على الارسال العالمي ونقطه فارق لصالح النصر الليبي. ادي احمد صلاح واستقبال، حاول مره ثانيه، هتصد، يلا بقى هتصد، استقبال الكرة، يلا يا حسام، بيلعب الكرة كده فوق، خطأ على نادي الأهلي ونقطة للنادي النصر، 12 الأهلي النصر، 10 الأهلي. نخلي بالنا شوية وهتتعود إن شاء الله. استقبال النادي الأهلي، اعداد الشرباجي، عز احمد عزب بيلعب الكره، بيعديها صوابع مع عبد الرحمن الحسيني وتحاولها، نقطه للنادي النصر الليبي، النقطه رقم 13. 13 نخلي بالنا يا جماعه من اليكس، ونخلي بالنا من فريدريكو، ووقت مستقطع للنادي الاهلي طبعا. 13 ثلاث نقاط محاولات، طبعا ثلاث نقاط مش كتير، ممكن نتعادل ان شاء الله. تعليمات اهو المدير الفني الاسباني فرناندو بنتيز للاعيبته، ناخد بالنا ونخلي بالنا ما نخطأش، ما يكونش في اخطاء. ووقت المستقطع اللي طلبه فرناندو انتهى، ونزلنا ارض الملعب، هو هيقول له، هو الحكم الثاني وليد كوكي هيقول له ده الوقت المستقطع الثاني. الارسال مع نادي النصر الليبي، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، محاوله مره ثانيه، بيعدي ملعب، بيروح ملعب النصر الليبي. يا جماعه نخلي بالنا من الضرب السريع، اربع نقاط فارق، 14 النصر الليبي، 10 الاهلي. برضه اربع نقاط مش كتير. ارسال النادي الاهلي، استقبال كده، اعداد، محاوله لاحمد صلاح، يا عالمي يا ولد يا عالمي يا ولد يا عالمي، شبكة على رقم 17، ولكن نقطة للنادي الأهلي، النقطة 11. تغيير كده للنادي الأهلي، سيف عابد وعبد الله عبد السلام نازلين مكان حسام يوسف وأحمد صلاح. سيف عابد مكان أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام مكان حسام يوسف. عبد الله عبد السلام أول مرة ينزل، طبعا هو راجل مخضرم وخبره وبيلعب في النادي الاهلي واللي احترف بره في ايطاليا وراح كذا فريق. استقبال اعداد من نادي النصر الليبي، وهو دفاع عن الملعب اهو، عبد الله عبد السلام، تعدي ملعب النصر الليبي مره ثانيه، ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 12. وشك حلو يا عبد الله، عبد الله عبد السلام 12، الاهلي 12، 14، نقطتين فارق بعد ما كنا اربع نقاط. الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام كابتن النادي الاهلي، توأم هو واحمد صلاح كانوا في كل حته بيروحوا مع بعض. احمد عزب الشرباجي بيلعب، بيضرب ارسال، استقبال مره ثانيه، هناك ومحاوله وحائط صد والنقطه، وعدت النادي الملعب النادي الاهلي. عبد الله عبد السلام ثاني ثاني، يا ولد يا عصران يا ولد، عصران عصران عصران، بيجيب النقطه 13، 13 الاهلي، 14 للنصر الليبي،
في إصابة أو في حد واقع من النادي النصر الليبي رقم 2 اللي هو فيدريكو هيرنان المحترف الأرجنتيني واقع. طبعا لازم القانون بيقول لازم يتعالج ياخد وقته تقريبا أعتقد الوقت المخصص من 3 دقايق بيخليش حد يخرج. أهو الحكم التاني بيقول ما فيش حد يخرج بيشرف على علاج اللاعب اللي واقع. قام اللاعب اهو قام اللاعب الحمد لله قام رقم 2 فيدريكو هيرنان. والارسال مع النادي الاهلي احمد عزب الشرباقي 13 الاهلي 14 لنادي النصر الليبي. ارسال من اهل احمد عزب حلوه يا احمد يا عزب حلوه يا احمد يا عزب. التعادل التعادل انا قلت لحضراتكم 4 نقاط مش كتير ونقطه التعادل 14 الاهلي 14 النصر الليبي. وطلب نادي النصر الليبي المدير الفني دمينيان اورناندو المدير الفني الارجنتيني وقت مستقطع الخاص بيه عشان طبعا ال4 نقاط اللي خدوا من النادي الاهلي عايز طبعا يصحح الاخطاء ويشوف ايه اللي وقع فيه لاعبته. هنا النادي الاهلي على ايدك اليسار بقياده فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني وادي الجهاز المعاون محمد السيد محمد الحسيني ومعاهم بتعليماته ونشوف الوقت المستقطع هيصفر عن ايه بعد استئناف. الارسال مع النادي الاهلي احمد عزب والتعادل وخدنا 4 نقاط متتاليه. احمد مازال احمد عزب مستمر على الارسال 14 14 النادي الاهلي. احمد عزب وبيلعب الكوره استقبال نادي النصر واعداد محاوله بقى لحائط الصد دفاع عن حائط الصد يا اولاد بقى خلي بالنا. حسن سيف عابد وعبد الحليم عبو معلش المره دي نقطه واحده تتعوض ان شاء الله. 15 النصر الليبي 14 النادي الاهلي 4 نقاط كويسين خدناهم ورا بعض. الارسال مع نادي النصر الليبي ارسال من اعلى استقبال خارج الملعب خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. ارسال وتلعب محاوله كده الدفاع من الملعب ولكن ما لحقش يدافع احمد عزب والنقطه نقطه 16 لنادي النصر الليبي 16 النصر الليبي 15 الاهلي. وعلى الارسال رقم 11 من النصر الليبي انس الوداني. يلا يا رجاله نتعادل النقطه دي. انس على الارسال استقبال النادي الاهلي محمد رمضان برافو محمد محسن حائط صد يا جماعه نخلي بالنا رقم 19 ده بيطلع يضرب وبيلعبها قويه. 17 النصر الليبي 15 الاهلي برضو الفرق نقطتين مش مشكله ما زلنا. الارسال مع رقم 11 أنس الوداني استقبال وبيضيع أنس الوداني ونقطة للنادي الأهلي النقطة 16 الأهلي 17 للنصر الليبي. والإرسال مع سيف حسن عابد سيف عابد على الإرسال هي إرسال قوي إرسال من أعلى مع الوزن تاتش تاتش جت في حد من اللعيبه تبقى نقطه التعادل. ايس بيجيب ايس سيف حسن عابد والنقطه 17 تغييره ومحمد عثمان رقم 5 نازل مكان محمد محسن محمد محسن رقم 16 محمد عثمان
عشان يلعب سريع بقى في ثلاثات مع عبد الله عبد السلام ودويتو كده. سيف عابد على الارسال، استقبال واعداد من نادي النصر، محاوله مره ثانيه، تغطيه فعلا كده جميله التغطيه. يلا يا ولد، يلا يا ولد، خطا على لاعب نادي النصر الليبي. لمس الشبكه، نقطة 18 الأهلي، وتقدم الأهلي 18-17 للنصر الليبي. سيف عابد على الإرسال، يلا بقى نفرق بقى وناخد الشوط ده وناخد المباراة ونوصل للنهائي إن شاء الله. سيف حسن عابد على الإرسال، بيلعب إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية، محمد بحث طالع، يا ولد يا ولد يا محمد، كرة جميلة لا تصد ولا ترد، والنقطة 19 للنادي الأهلي. وقت مستقطع، فرحة هي للجهاز الفني من فرق النقطتين. وقت مستقطع للنادي النصر الليبي، بيطلبوا دوميان أورناندو المدير الفني الأرجنتيني للنصر الليبي. طبعا الأهلي حول الفارق الأربع نقاط وتعادل، كنا 14-10، خدنا 14-14 ومشينا نقطة نقطة، وبقينا 16-17 وبقينا 19-17 للنادي الأهلي. الأهلي متقدم، وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه، وده الثاني ليه أورناندو، دميان أورناندو المدير الفني الأرجنتيني. والإرسال مع سيف حسن عابد، مازال مستمر على الإرسال، يلا يا سيف، والأهلي متقدم بفارق نقطتين. يا سلام نجيب النقطة 20 بقى ونخش بقى على الخمس نقاط اللي فاضلين إن شاء الله. سيف عابد على الإرسال، بيلعب إرسال، يا ولد يا سيف يا ولد، محاولة مرة تانية، دفاع عن الملعب، إعداد، يلا بيعدي الكرة كده، أحمد عزب الشرباجي بيعديها بذراع واحدة، مرة تانية هتصد، ودفاع عن الملعب، وعدى الكرة فعلا محمد عثمان، مرة تانية هتصد ولكن خارج الملعب لصالح نادي النصر الليبي. نقطة 18 فارق نقطة. النصر الليبي على الإرسال، يلا يا رجالة، خرج ويندر ونزل محمد رمضان، هما الاثنين في المنطقة الخلفية، دول ليبرو حسب تعليمات المدير الفني وحسب ما يتواجد اللاعب الليبرو في المنطقة الخلفية. عبد الله عبد السلام، ضربة ساحقة من عبد الرحمن الحسيني ولكن خارج الملعب. نقطة 19 ونقطة التعادل، هو المدير الفني الأرجنتيني للنادي النصر الليبي بيكلم رقم 17 اللي هو عماد شنينة وبيقول له العب في منطقة معينة، في إشارات بينهم متبادلة. استقبال النادي الأهلي، إعداد عبد الله، محمد عثمان، يا ولد يا عثمان، يا ولد يا عثمان، بيجيب النقطة 20 النادي الأهلي. ضربة ساحقة سريعة، عايزين السريع يا جماعة من مركز ثلاثة عشان ناخد نقاط أكتر. عبد الرحمن الحسيني على الإرسال رقم 8، هيلعب إرسال من أعلى أهو، استقبال، إعداد، مرة تانية محاولة، ودفاع عن الملعب، نخلي بالنا يا عبد الرحمن، معلش المرة دي تعوض. 20-20 الجماهير أهي، يلا بيقول العب يا أهلي، العب يا أهلي، تشجع النادي الاهلي، تشجع الفانلة، روح الفانلة الحمراء. ارسال مع نادي النصر الليبي والتعادل 20-20، وادي الاستقبال، اعداد عبد الله، ضربه ساحقه يا ولد من احمد عزب، مره ثانيه عبد الله بيعد، ضربه سريعه، هو السريع اللي هيخلص، هو السريع، ضرب سريع من مركز ثلاثه محمد عثمان، والنقطه 21. نزل عبد الحليم عبو بقى مكان الليبرو كده اللي كان هيطلع المنطقه الاماميه، عادي بقى عندنا اثنين مركز ثلاثه يلعبوا ضربات سريعه. محمد عثمان على الارسال، 21-20، استقبال، اعداد، ومحاوله، حاصل صد، نقطه، نقطه الثانيه، نقطه 22 الاهلي، 20 النصر الليبي، وادي ضربه ساحقه، خد خلاص، هو بيطلب يقول له خدت، يبقى في طلب خاطئ، ممكن يديله انذار، ممكن يديله انذار اهو. اهو ده الانذار فعلا لتعطيل اللعب.
النقطة 22 للنادي الأهلي ونقطة طبعا ده الأداء انذار بنقطة والإرسال مع النادي الأهلي محمد عثمان محمد عثمان رقم 5 على الإرسال إرسال من أعلى خطأ عليك يا محمد عثمان خطأ يا محمد عثمان نخلي بالنا من الإرسال يا جماعة فاضل 3 نقط ونخلص الماتش تمنتاشر على الإرسال سالم إقليلة جليلة واستعداد النادي الأهلي لاستقبال 18 على الإرسال بيلعب إرسال قوي عبد الله عبد السلام بقى يلا يلا خطأ على النادي الأهلي والنقطة التعادل 22 على 22 22 22 يلا يا اولاد الارسال مع 18 سالم اقليلة الاهلي يستقبل بقى وياخد نقطة اهو يلا يلا يا عبد الله يلا يا عزر بقى عزب يلا يا عزب خارج الملعب ولكن خارج الملعب يلا يا جماعة ما يجراش حاجة النقطة دي ما يجراش حاجة نلعب نلعب 23 النصر الليبي 22 النادي الاهلي استقبال من اعلى يلا يا احمد عزب عبد الله يلا يا ولد يا ولد يا عصر يا عبد الرحمن يا حسيني عبد الرحمن الحسيني بيضرب ضربه سريعه وبيجيب النقطه 23 يلا يا حسيني برافو تسلم ايدك على الارسال عبد الله عبد السلام عبد الله يلعب ارسال من اعلى ارسال من اعلى يا عبد الله يا ولد استقبال يلا حقت صد بقى حقت صد ايوه كده يا عبد الله يا ولد اعداد مره ثانيه يلا يا عبد الرحمن يلا يا عزب يلا نعدي الكوره ليه كده ليه كده 24 23 24 23 هيعمل تغييرتين المدير الفني الارجنتيني 6-1 نازلين مكان 19 و 17 رجب زكا و الارسال مع نادي النصر الليبي النقطة 24 ان شاء الله تعادل نتعادل وناخد نقطة ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي عبد الله عبد السلام يلا بقى يا راجل يلا يا راجل هي دي هي دي 24 24 24 النادي الاهلي هيعمل نفس التغييرين تاني المدير الفني الارجنتيني 17 و19 داخلين وخارج 6-1 17 و19 الارسال مع النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي 24 24 يلا يا رجاله يلا الهمه شويه الهمة شوية يا أهلاوية 24 24 أحمد عزب بيلعب إرسال من أعلى استقبال وحائط صد بقى يا رجالة يلا خارج الملعب خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي نقطة للنادي الأهلي 25 24 25 24 نقطة وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي إن شاء الله يلا يا رجالة نخلي بالنا بقى نخلي بالنا على الارسال احمد عزب الشرباجي يلا يا احمد ارسال من اعلى استقبال اعداد مره ثانيه وطالع ومحاوله دفاع عن الملعب برافو يلا يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله خارج الملعب ونقطه و25 26 24 ويفوز النادي الاهلي بهذا اللقاء وهذا الشوط 26 24 الشوط الثالث ويتأهل النادي الأهلي إلى النهائي الأفريقي العربي إن شاء الله غدا ويقابل مع مولودية بو سالم التونسي إن شاء الله في الساعة 8 غدا ستة المباراة ثلاث أشواط مقابل لا شيء 25-19 25-18 26-24 برافو لعيبة النادي الأهلي حول فارق النقاط إلى الفوز وإلى
الجدية والالتزام للعيبة النادي الأهلي، وانتهى هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي، وإلى اللقاء في مباريات أخرى إن شاء الله باكر إن شاء الله مع النادي الأهلي مع فريق نادي مولودية بوسالم التونسي في النهائي الأفريقي العربي. كل الأمنيات للنادي الأهلي والجماهير تحضر بقى وتشجع النادي الأهلي، وإلى اللقاء في مباريات أخرى إن شاء الله. كان معكم دكتور مروان صالح وإلى اللقاء. الأهلي كله